بسم الله ابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل على نعمته ودوم فينا بركته من الان والى الابد امين. نكمل مع بعض تاملاتنا انجيل لوقا اصحاح 13، وصلنا عند عدد 10. المره اللي فاتت بدا الاصحاح بالتحذير اللي لما جم الناس يسالوه على موقف اللي حصل مع الجليليين اللي جه بيلاطس خلط دمائهم بذبائحهم، وساعتها ربنا يسوع المسيح قال لهم الرساله واضحه ان كل اعمال الله تقودنا للتوبه. الرساله دي كانت رساله توبه للكل، مش معناها الناس دي وحشه فربنا انتقم منهم، لا دي رساله لكل الناس. وبعدين اداهم مثل تاني ال 18 رواق عليهم البرج في سلوام، وساعتها بعدها كده ربنا يسوع قال لهم على فكره الشجره اللي لازم تطلع ثمر، هو ده هدف وجودنا على الارض، والا ان لم تخرج ثمر يعمل ايه؟ يقطعها في الحال. بعد ما اتكلم عن اهميه التوبه وان ازاي الواحد ما يتأخرش عن التوبة باستمرار، يبدأ هنا يدين لينا معجزة إزاي الخطية لها آثار في حياة الإنسان. خطية ممكن تعمل إيه في الإنسان؟ خطية ممكن تتعب الإنسان وتذله جدا، زي ما وصفها كده مرة معلمنا بولس، قال لنا الخطية خاطئة جدا، يعني عشان يوصف الخطية قال لنا الخطية صعبة خاطئة جدا. إزاي ممكن تتعب الإنسان وتذل الإنسان؟ هيكلمنا هنا عن شفاء المرأة المنحنية. ده كان إنجيل الخميس اللي فات بالمناسبة، مش ده الخميس اللي فات في الصوم. وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، وإذ امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة كانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. مشكلة السبت هنا مشكلة كبيرة قوي عند اليهود وعند الكتبة والفريسيين، وليه استعداد خاص. مشكلة تقديس يوم السبت إن كانت علامة الإنسان المتمسك اللي بيطبق الناموس، هو يحفظ السبت يعني. ولكن بأنهي مفهوم؟ بالمفهوم الحرفي. زي ما يجي واحد مثلا يقول لك أنا بصوم كل الأصوام، بعمل كل ده. طب حياتك الداخلية شكلها إيه؟ يطلع الصوم في الآخر شكل، ياكل إيه وما ياكلش إيه، ويفحص الحاجة قبل ما ياكلها لصيامه ولا إفطاري، لكن ملهاش مردود روحي في حياة الإنسان وسلوكه. وده كان أغلب اليهود أو كل اليهود والكتبة والفرسين ورؤسائهم كمان، كانوا يهتموا أو بالحرفية بالشكل الخارجي من تقديس يوم السبت، ولكن الواحد بيعمل حاجات كتيرة أوي صعبة. طب ليه ربنا قال لهم قدسوا يوم السبت؟ لأن الحقيقة، وليه ربنا كان يصر أن يعمل معجزات يوم السبت كمان مع أن ده بيثير اليهود ويثير رؤساء الكهنة والفرسين والكتبة؟ لأن الحقيقة عاوز يوضح ليهم المفهوم الروحي لمعنى السبت. هو ربنا حط السبت ليه؟ لكي ما يرتاح، ربنا محتاج يرتاح، بيتعب مش بيتعب، لكن حط مفهوم السبت وتقديسه عشان الواحد ما يتلهيش عن ربنا طول أيام الأسبوع وينسى ربنا، فيخصص يوم لربنا. طب اليوم ده يعمل فيه إيه؟ يشفي فيه حياته بقى الداخلية، يقعد فيه مع ربنا، يقدم توبة، فيشفي جراحاته الداخلية وأمراض الروحية الداخلية. عشان كده ربنا يسوع كان يجي يوم السبت يعمل ايه؟ معجزات شفاء. ليه؟ عشان يقدم الشفاء للمتألمين ويقدم لهم الراحة اللي ربنا قال عليها بتاعت يوم السبت، مش الراحة الجسدية، أنهي راحة؟ الراحة الروحية. لأن الأمراض تشمل ايه؟ النفس والجسد والروح، فربنا عاوز يصحح المفاهيم دي. فالسبت معمول لأجل ايه؟ لأجل الشفاء. أنهي شفاء؟ النفساني والجسداني والروحاني. عشان كده يركز لهم على المفهوم اللي يقرب المعنى، وهو شفاء الايه؟ الجسد، الشكل الخارجي. ولكن عشان يشاور على ايه؟ زي ما في شفاء خارجي في شفاء داخلي، لا تعود تخطئ، مغفوره لك خطاياك، في حاجه جوه تاني اهم. عشان كده نلاقي الهيكل كان في اورشليم، وكان في مجامع منتشره في كل البلاد. ايه اللي بيحصل في المجامع دي؟ ليهم طقس الصلوات اللي كانوا بيقوموا يوم السبت، يقوموا يقروا بعض الاسفار، ويقوم واحد يفسر بعض الأسفار دي ويتأمل فيها، زي ما قدمه من مرة لربنا يسوع المسيح سفر أشعية، فدفع عليه سفر أشعية فبدأ يتكلم ساعتها عن نبوات أشعية اللي بتشير إلى إيه؟ إلى شخصه، شخص ربنا يسوع المسيح. وطبعا واضح أن الناس متوقعة أن المسيح هيجي في السبت في اليوم ده في المجمع حسب عادة اليهود، فتجمع الناس كثيرة من المرضى عشان يشفوا وفي نفس الوقت يسمعوا تعليم ربنا يسوع المسيح، لأنه كان دايما متعود ربنا يسوع يعلم في كل مكان، وبالأكثر فين؟ طبعا في المجامع. ليه؟ لأن هو جه عشان يشرح الناموس بالمفهوم بقى البعد الروحي اللي الناس مش فاهماه، يكمل الناموس والأنبياء.
وإذ امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة كانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. طبعا الأرقام عند الآباء لما يجي يقروا كده أرقام في الكتاب المقدس يتأملوا فيها معاني كتيرة قوي. هقول لكم بعض المعاني اللي تأملوا فيها الآباء. قال لك 18 سنة دي رقم 18 يقول لك باليوناني عبارة عن أول حرفين في اسم يسوع إيسوس. فقال لك لما يجي الإنسان يكتمل في ضعفه البشري المسيح يتدخل بنعمته. يعني إيه؟ يعني الإنسان يوصل لآخر مرحلة الإنسان مالوش حل، مش قادر يعمل حاجة في نفسه، زي هذه المرأة اللي بقالها إيه؟ 18 سنة وصلت لمستوى هذا العجز الكامل، منحنية من كتر ما المرض كان معاها لمدة طويلة جدا، أصبحت ماشية إيه؟ تبص في الأرض مش عارفة تبص في السماء، وهكذا الخطية تزل الإنسان قوي. فيقول لك إن 10 ده رمز للإيه؟ الوصايا والناموس، الوصايا العشر. وتمانية يشير إلى إيه؟ اليوم الثامن في الأسبوع اللي هو يوم إيه؟ في اليوم الثامن زي ما حصل في حد توما، يشير إلى القيامة اللي حدثت في اليوم الثامن. فبالتالي لما اكتمل الناموس مع القيامة، لما اتحدت الوصية والإنسان يعيش بالوصية، وفي نفس الوقت يجي المسيح الذي يشير لي إلى رقم 8 القيامة، اللي يحصل بقى لما اكتملت ال 18 دي المسيح جاي يتدخل عشان خاطر يعمل إيه؟ يشفي هذه النفس عشان خاطر ترجع تانية تتوب وترجع تكون مع ربنا وتقوم، إشارة للتوبة عشان تعيش الوصايا، إشارة رقم 10 تانية مع ربنا. وبعدين يقول لك كده هو إن المسيح بيتمم شفاء البشرية ويحررها من سلطان إبليس اللي عمل إيه بقى؟ اللي خلاها منحنية طول الوقت، طول ال 18 سنة الشيطان أذلها، أصبح ليست ليها قدرة على الحركة أو الشفاء. ده تأمل. تأمل تاني الآباء يقول لك عليه، يقول لك رقم 18 ده يشير إلى 3 في 6، مش كده؟ يعني إيه 3 في 6؟ يقول لك 3 دي تشير إلى 3 مراحل البشرية، 3 مراحل بشرية اللي هي 3 سنين بتوع إيه؟ 3 سنين آتي لأطلب ثمر من هذه الشجرة فلم تخرج ثمر، وهو بيكمل على المثل اللي فات. فالثلاثة دي تشير إلى 3 مراحل البشرية. أنهي مراحل بقى دي؟ حياة البشرية ما قبل السقوط، تمام؟ حياة البشرية بعد السقوط، بعد لما آدم وقع وأصبحت الخطية دخلت العالم والفساد دخل للعالم، فأصبحت الخطية عاملة إيه؟ تزل الإنسان. آدم نزل للأرض وبدأ ينزل التعب وغيره بسبب الخطية. والسنة الثانية يقول لك يشير إلى عصر الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبرضه أصبح الإنسان مذلول لأنه لم يعمل إيه؟ ليست دم يوسف ويعقوب قادرة تحل المشكلة، الخطية دخلت إلى العالم. أما السنة الثالثة يقول لك من عصر موسى والأنبياء والناموس. ليه؟ ما هو الإنسان مش قادر يمشي كويس، طب ربنا جاب له موسى والأنبياء، حط له وصية مكتوبة عشان الإنسان ما يتوهش، يقول له رب طب أعمل إيه وما أعملش إيه؟ أكون معاك تاني إزاي؟ أرجع تاني أعيش معاك إزاي؟ قال له طيب تعالى بقى من موسى يستلم لوحي الشريعة، في وصايا اعمل ايه وما تعملش ايه عشان تمشي معي. ومع ذلك الانسان ما التزمش بيها، وجات الخطية عملت ايه؟ أزلت الانسان مرة اخرى، طب ده رمز ايه؟ 3 في 6. طب 6 ده ايه؟ 6 ده يقول لك رقم ناقص. يعني ايه رقم ناقص؟ رقم الكمال هو رقم 7، عشان كده يقول لك استريح الله في اليوم السابع. ورقم 7 ده يشير إلى إيه؟ يشير إلى الكمال. فستة ده رقم ناقص، الإنسان حاول بكل جهده أن يوصل ويحل مشكلته ويرجع تاني لربنا، فبالتالي لأنه إيه؟ هذا العمل ناقص، عمل الإنسان ده، فيجي المسيح عشان يعمل إيه؟ يكمل نقص الموجود في الإنسان ويتمم الشفاء الكامل للنفس والجسد والروح. تأمل تاني يقولوا الآباء برضو على رقم 18، يقول لك 18 ده برضو 10 زائد 8، في نفس المعنى برضو. 10 يقول لك الوصايا، العهد القديم، رقم 10 دايما يشير الوصايا لوحي الشريعة أو الوصايا العشر، ورقم 8 يشير إلى الأبدية. طيب رقم 8 يشير إلى الأبدية، محبة المسيح دايما رقم 2 يشير إلى المحبة، مش كده؟ لأنه هو إشارة إيه؟ الصليب، عرضة كده وعرضة كده، فرقم 2 في الكتاب المقدس دائما يشير إلى المحبة. فيقول لك كده هو إذا كانت الوصايا العشر دي الإنسان ما قدرش يتممها، ما قدرش يحب ربنا محبة كاملة وينفذ الوصايا ويعيش بيها،
فيجي المسيح اللي هو يشير لي رقم 8 أو اليوم الثامن عشان يحرر الإنسان، عشان كده كمان شوية لها محلولة من ضعفك، يحرر الإنسان عشان يرجع تاني إيه؟ يرجع تاني يتذوق الأبدية مرة أخرى ويعيش تاني مع ربنا. تأملات كتيرة أو في حتة الأرقام دي الأباء إيه؟ يقولوا عليها رموز حلوة نفهمها ونفكر فيها ونتأمل فيها. بعدين يقول امرأة كان بها روح ضعف. لاحظوا الكتاب المقدس لما يجي عند إنسان في ضعف لا يذكر أبداً اسم الشخص، لا يذكر أبداً اسم الشخص. ليه؟ عشان أجي أنا أحط نفسي مكان هذا الإنسان. السامرية ما نعرفش اسمها إيه، المولود أعمى الحد الجاي ما نعرفش اسمه إيه، ابنة ييروس، كل الناس دي كان فيها ضعفات أهي. ولكن الإنسان لما يجي يقرأ معجزة يحط نفسه فين؟ مكان هذا الضعف، نحط أسامينا مكان هؤلاء الناس. منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. شوفوا قد إيه الخطية تعمل إيه في الإنسان، توصل له مرحلة يأس. ده الواحد لو خد دور برد وطول معاه شوية أسبوع اتنين يزهق. طب ده دور واخد معاها ألم وتعب لمدة إيه؟ 18 سنة. مش بس كده، ده له أثار خارجية، النفس انحنت، بقت طول الوقت ماشية بصة فين؟ في الأرض. مش عن اتضاع يعني، لا ده عن ضعف. مش الواحد بيبص في الأرض كده بمزاجه يتضع يعني، لا ده عن ضعف. مين اللي بيبص في الأرض على طول؟ اللي بيمشي على أربعة، هو اللي دايما باصص في الأرض، الحيوانات. فشوفوا شوفوا قد إيه الخطية تعمل إيه في الإنسان، تذل الإنسان إلى أي حد. وطبعا كان دون يعني إشارة غالبا إن في روح نجس هو اللي عمل كده، يعني العمل ده عمل شيطان، هو اللي عمل كده في هذه النفس، إنها أصبحت مش زي بقية الناس اللي ماشية باستقامة تقدر تبص للسماء. لا، الشيطان يخلي الإنسان باصص فين؟ مشغول بالأرض وشهواتها وغيره، فيفضل طول الوقت عينه في الأرض، عينه في الأرض. عشان كده فاكرين القصة بتاعت إبراهيم ولوط لما جه يقسم الأرض، ساعتها إيه اللي عمله؟ إبراهيم ناصح، إبراهيم عينه فين؟ فوق في السماء. لكن في واحد تاني منحني عينه في الأرض، لوط. فما جم يختاروا قال له إيه؟ قال له اختار أنت الأول، مع ان انت الكبير يا ابونا ابراهيم يعني. قال لك لا لا، انا اختار في الاخر. فعمل ايه لوط؟ يقول لك فرفع عينيه. عمل ايه؟ شاف بقى ايه؟ سدوم وعموره. قال لك جنه الله كارض مصر، قصر من زمان فيها خير يعني. يقول لك جنه الله كارض مصر، عينه زغللت لما بص فين؟ في الارض. لكن ابونا ابراهيم عمل ايه؟ سكت وبص للسماء. قال له عشان انت ما اخترتش الارض، تعالى بقى نسلك هيكون كرمل البحر وهكذا. فاداله ايه؟ خير كتير قوي. لكن الخطية تعمل إيه؟ تزل الإنسان وتخليه يبص في الأرض. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة أنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. لما رآها يسوع دعاها، يعني المرأة في حد ذاتها ما قدرتش تطلب. شوفوا قد إيه الإنسان لما يصل إلى العجز الكامل أو الذل الكامل يبقى حتى مش قادر يرفع عينه ويتكلم مع ربنا، مش قادر يطلب حتى الشفاء لنفسه، مش قادر يطلب التوبة. لكن ربنا يسوع المسيح إيه؟ بنفسه هو اللي يعمل إيه؟ يدعو هذه المرأة. فدعاها يسوع وقال لها يا امرأة. شوفوا حتى الأسلوب، يا امرأة دي كلمة قيمة جدا على فكرة. يا امرأة دي يترجموها كده يقول لك ماي ليدي، يعني يا سيدتي. ونفس الكلمة اللي قالها لمين؟ ها، برافو عليكم، لأمنا العذراء. يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، في يوحنا 2 في معجزة عرس قانا الجليل. فيا امرأة محلولة من ضعفك، هنا بقى المسيح مجرد ما يقول الكلمة يتنفذ الأمر. وده الفرق بين ربنا يسوع المسيح في حياته وعمله ما بين أي حد تاني من الأنبياء أو القديسين. لأن مجرد ما ربنا يسوع المسيح يقول المعجزة تتم، مش كده بس، ده مجرد ما شئته زي ما قال املأوا الأجران ماء وبعدين إيه؟ قدموها. خلاص ربنا قال شيء يتم، ما صلاش، ما عملش شيء، زي العازر قال له العازر هلوم خارجا أمر. فده يبين سلطان ربنا يسوع المسيح. ربنا يتكلم معنا بطرق كتيرة قوي على كلمة محلولة من ضعفك، أو يا امرأة محلولة من ضعفك. يتكلم معنا بالوصايا، بتعليمه، يحط إيده. تلاحظوا هنا عمل إيه؟ يقول لك وضع عليه يديه، عليها يديه. تلاقي كده في كل معجزة غير التانية في التعامل. يعني ربنا يسوع المسيح مع الأبرص قال له أريد فأطهر وتشافى. يجي للإنسان اللي هو الأبرص
اللي هو قال له كان صاحب اليد إيد اليابسة، قال له مد إيدك، فيمد إيده يتشفي. يجي مع الأبرص يمد إيده ويلمسه. الله، طب ليه رب مش بنفس الطريقة؟ قال عشان هذا الإنسان معروف أنه مرضه معدي، لكن أنا ما تعديش، أنا صاحب الإيه؟ صاحب الحياة والموت وصاحب السلطان، أقول هذا كن فيكون. فيجي على الإنسان الضعيف يتعامل معاه بهذه التلامسات. طبعا إنسان الأبرص ده حاجة صعبة قوي، الناس تبعد عنه، يمشي قدامه الناس يقول لك إيه أبرص أبرص عشان تبعد عنه، فعمره ما حد لمسه، فيروح يلمسه فيشفي نفسه قبل ما يشفي جسده. كذلك هذه المرأة منحنية، عمره ما حد تعاطف عليها، فربنا يسوع المسيح يمد إيده على إيه؟ على أماكن وجعنا، على أماكن وجعنا. زي كده ما يجي وقت إقامة العذر يسأل سؤال غريب قوي، يروح ناحية القبر ويبكي على العذر، لأن ربنا يسوع إنسان كامل، ويسألهم سؤال غريب قوي، يقول لهم أين وضعتموه؟ رب ما أنت هتقومه من الموت، يعني أنت ما تعرفش هو فين؟ ده احنا قدام القبر. لا، ربنا عارف، بس عاوزنا احنا نقول ايه؟ فين المكان الموت بتاعنا؟ الخطيه هي الموت، فين مكان الخطيه؟ فين مكان الوجع؟ عشان يمد ايده على مكان الوجع، ولكن ليس دون ارادتنا، يطلب مننا احنا نشاور، يقول ربنا تعبان. عشان كده سر التوبه والاعتراف مهم. ليه؟ الواحد بيقر بالخطيه فيرتاح، يقر بالخطيه ويرتاح. عشان كده ما يجي يقف قدام ربنا يقول لك بعترف مني لربنا، اقول له دي مرحله كويسه بس ليست إيه المنتهى، يعني مش دي المنتهى بعد، لازم تقر بيه عشان إيه ترتاح نفساً وجسداً وروحاً. ويبقى أن الإنسان يعمل إيه؟ يشاور بقى على مكان الوجع، يقول له حطناه في المكان الفلاني، أنا فعلاً رب تعبان. يا امرأة أنك محلولة من ضعفك. تلاحظوا في سر أو في صلاة التحليل اللي أبونا بيصليها في ختام عشية زي ما صلينا دلوقتي، وزي ما بيصليها في سر التوبة والاعتراف، الإنسان وهو حاطط إيده على رأس الإنسان يقول له كده، يقول له رب اقطع كل ربطات خطايانا، يعني خطية عاملة إيه؟ مكتفة الإنسان، خليه ضعيف، فالخطية تربط الإنسان. ونيجي لما نتكلم مثلا عن الصوم المقبول، لما جه إشعياء يتكلم عن الصوم المقبول قال لك أليس هذا صوما تختاره حل قيود الشر؟ يعني الصوم نتيجته التوبة بتاعته تيجي إزاي؟ تبان إزاي؟ الإنسان يتحل من قيود الشر، هي دي علامة التوبة، يبطل الشر، فك عقد النير، النير اللي موجود على رقبة الإنسان ده، كان يتحط على البقر اللي ماشي يدور يطحن الحبوب، كان يحطوا خشبة كده وبقرتين يمشوا عشان يطحنوا الحبوب على حجر الرحل أو الحجر الصوان ده، فده اسمه نير. طب النير ده وين يتشال إمتى؟ الخطية تعمل كده، تخلي الإنسان عمال يلف ويدور فيها، والخطية إيه؟ عليه. فعلامة التوبة إيه؟ فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحراراً، عشان كده يقول لها محلولة من ضعفك وقطع كل نير. فوضع إيده عليها دي، يجي القديس كيرلس كبير عمود الدين يقول لك إيه؟ يقول لك حاجة حلوة قوي. تعرفين القديس كيرلس من أكثر الناس، بطل مجمع أفسس، اللي كان بيهاجم أو يعني بيرد على نسطور بطرق القسطنطينية، اللي قال لك المسيح طبيعتين منفصلتين، يعني شوية إله وشوية إنسان، اتولد إنسان وحل عليه الروح القدس حلوله مصاحبة، فبقى إيه شوية إله وشوية إنسان. ده كلام مش مظبوط. فيجي القديس كيرلس لما يجي يقرأ إنجيله أو يفسر إنجيله يقول لك إيه؟ يقول لك المسيح اقترب من ضعفنا كإنسان بشري، اقترب من ضعفنا، ولأنه إنسان كامل فله يد بشرية، فبالتالي اقترب مننا عشان يلمسنا فيشفينا. تجسد ليه؟ مش عشان بس يموت على الصليب، لا، عشان يشفينا من جراحاتنا وألمنا وخطيتنا، فله جسد إيه؟ بشري كامل. عشان كده المسيح كان له كل صفات الإنسانية الكاملة، يتكلم معانا، يتلامس معانا، يقدم الشفاء بقوة لاهوت المتحد بناسوته، والذي لم يفارق ناسوته لحظة واحدة طرفة عين، مش كده؟ عشان كده احنا نيجي في التسبحة في استراتيجية الأربع من كلمات القديس كيرلس، يعني يقول إيه؟ يقول لأن غير المتجسد تجسد، والغير المبتدئ ابتدأ، وغير الزمني صار زمنيا، غير المبتدئ ابتدأ وغير الزمني صار زمنيا. نقول كده غير المدرك، غير المدرك لمسوه، تلامسوا معاه لأنه إنسان كامل، وغير المرئي، الله لم يره أحد قط، رأوه إمتى؟
الابن في حضن الاب هو خبر ابن الله الحي صار ابن البشر بالحقيقه، صار ابن البشر بالحقيقه. عشان كده لما يجي معجزه زي كده ويقول لك طب المسيح شويه اله وشويه انسان، هقول له طب شفاها ازاي؟ مين اللي شفاها؟ يسوع الانسان ولا يسوع الاله في نظرك يا نسطور؟ المسيح لم ينفصل لاهوته عن ناسوته ابدا. مين اللي شفاه؟ لمسه ايد ربنا يسوع المسيح ولا قوه لاهوته اللي خارج منه؟ يبقى الاثنين المسيح لاهوته متحد بناسوته. مين اللي مشي على البحر؟ الجسد. الجسد ما يمشيش على البحر، يبقى مشي على البحر ازاي؟ بقوه لاهوته. خلينا بالنا. فلو انسان بس يقيم الموتى ازاي؟ يشفي الامراض ازاي؟ ليه سلطان على الطبيعه ازاي؟ لو انسان بس، لكن له يد لانه انسان كامل وهو ايضا الله الكلمه متجسد. ففي الحال استقامت ومجدت الله. وهنا يظهر بقى ايه؟ مفيش معجزه تتم الا بإرادة الإنسان، إنسان يكون عاوز، ربنا يعملش حاجة غصب عن الإنسان. ففي الحال استقامت ومجدت الله، هنا بقى يبان إيه؟ عظم إيمانها، إنها حاولت ترفع ظهرها فقامت، زي ما قال المفلوج مد يدك، صاحب ذو اليد اليابسة مد يدك، المفلوج يقول له إيه؟ قم احمل سريرك وامشي. لو واحد ما عندوش السرير هيقول له قوم إيه وأنا عارف أقوم، لكن لا ده حاول وقام لقى نفسه بيقوم. ففي استجابة هنا لإيه؟ لعمل الله. استقامت يعني ايه بقى؟ استقامت ومجدت الله، استقامت اشاره للحياه المستقيمه، رجعت تعيش حياه فيها توبه، حياه مستقيمه لتمجيد الله بعيد عن اي خطيه. فاجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لان يسوع ابرأ في السبت وقال للجمع: هي سته ايام ينبغي فيها العمل، ففي هذا ائتوا واستشفوا، ليس في يوم السبت. طبعا ايه بقى؟ رئيس المجمع اليهودي هنا لأنه يحسد المسيح وشايف الشعبية بتروح تحت ناحية المسيح مش ناحيته هو، والناس بدأت تتعلق بالمسيح أكتر بسبب المعجزات، فخفى حسده تحت ستار إيه؟ قال يعني متمسك بالشريعة قوي، قال يعني بيهتم بالشريعة وعدم العمل في يوم السبت. يعني اعتبر الشفاء ده زي عمل الدكتور، واحد رايح للدكتور يوم السبت عشان يتشفى يقول له ده مش وقته، ده عمل، دكتور بيشتغل يشفي الناس، ما ينفعش كده، ما تروحلوش يوم سبت. وقال للجمع، يعني ما قدرش يواجه المسيح، لأن كل ما واجه المسيح يعني ما يلاقيش مخرج، يلاقي نفسه مدان، فبدأ يحاول يستميل الجمع مرة أخرى. خايف يكلم المسيح فوبخ الناس، قال لهم أي وقت تيجوا تستشفوا ولكن ليس يوم إيه؟ يوم السبت. مع إن المرأة لم تطلب، واخدين بالنا، من المسيح انه يشفيها، بل هو دعاها بمحبته. يعني هكذا القلب القاسي، القلب القاسي ما يطلبش رحمه لا لنفسه للاسف ولا لغيره، لا لنفسه ولا لغيره. هكذا من يتمسك بالشكل اللي بره، بالحرف اللي بره. واحد يقول لي يا ابونا صدقني انا بحضر قداسات قد كده وبتناول قد كده وباجي اجتماعات قد كده بس مش بتغير، ولو المشكله مش في الاسرار، المشكله فين؟ انه ممكن تكون العمل ده عمل خارجي ظاهري لكن ما فيش بعد بتحاول فيه في تطبيق وصية معينة. فالإنسان يخدع نفسه تحت ستار إيه؟ الناس اللي حواليه والشريعة والجموع وهكذا. ستة أيام ينبغي فيها العمل، هنا يبان في شكل الخارجي إيه؟ مهتم قوي ودقيق قوي في الشريعة في الوصية، مع إنه ما سألش نفسه طب دي اتشافت إزاي؟ ده بقالها 18 سنة، أي قوة وأي سلطان لهذا الإنسان عشان يقدر يعمل كده؟ ده شفى بالأمر مش زي أي حد تاني يعني. فأجابه الرب وقال: يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟ يا مرائي يعني إيه؟ يعني أنت باين قوي قلبك على الناس وقلبك على الوصية وقلبك على ربنا، يعني بتظهر بغير ما تبطن، مش ده المنظر اللي جواك، مش ده الهدف من هذا السؤال أو أن أنت تكلم الناس كده، بتمثل قدام الناس الشكل والتقوى والبراءة والقداسة، طب تعالى ادخل جوه، ربنا يهتم ايه؟ طهر داخل الكأس والطاس، عاوز اللي جوه. عشان كده قال له: انت بتبص لعلاقتنا بيوم السبت، بتبص لشكل اللي بره بتاع الصوم ولا الصلاة، احنا عايزين جوه الدنيا فيها ايه. وهنا اخجل هذا الانسان رئيس المجمع، وده طبعا رتبة يعني، وكل اللي معاه من الفريسيين اللي حواليه اللي بيشجعوه على الكلام ده، إن في أعمال تانية مهمة ضرورية أنتوا بتبيحوا بيها.
يعني تعرفين التلموت اليهودي مثلا كان يسمح للراجل ان هو يحل الحيوان بتاعه اللي مبيته بالليل ومربوط من بالليل للصبح، من حقه الصبح ان هو يحله، ما يجيبلوش ميه عشان ما يعملش عمل، فيعمل ايه؟ يحل الحمار وياخد الحمار يمشي بيه عشان يستقي ويرجع تاني يربطه. شوفوا قد ايه دي اعمال ايه ضروريه، ده عمل يوم زي واحد يصحى الصبح مثلا يعمل عمل ضروري، يغسل وشه او ايا كان، واخدين بالنا؟ فكانت التلموت اليهودي او الوصيه اليهوديه تبيح كده، انه يريحوا البهائم اللي مربوطه من بالليل للصبح ويسقوها. طب اذا كان انت بتنعم او بتحن على البهيمه اللي عندك دون او البهيمه اللي عندك عشان خاطر ايه مربوطه من بالليل للصبح وتسقيها بق ميه، كان بالاكتر مين بقى؟ ولاد ربنا. ما نحنش عليهم ونشفيهم يوم سبت. طبعا هم الفريسيين كمان كانوا يزودوا شويه، يعني كان ممكن يقول له طب معلش ممكن تعمل كذا، يعني يدوا حل بحاجات يكسروا بيها الشريعه كمان. زي ما جم في مره وقالوا له كده، قال له لا قربانا تنتفعان مني، واحد راح بيساعد اهله قال له لا لا تدي فلوس للهيكل، هم ربنا يتولاهم يعني. وده ودي دي الشريعه، دي الشريعه، ده اول وصيه اسمها اكرم اباك وامك، دي الشريعه. فكانوا يكسروا الشريعه بحجه ان هم ايه، بحجه ان هم يعني قلبهم على الناس قوي. يجي الاباء يقول لك الثور والحمار ده ليهم برضو معاني، ايه المعاني الروحيه اللي فيها؟ يقول لك ان الثور والحمار يشيروا الى مين؟ الى اليهود والامم، اليهود والامم. ينبنى ان هم ايه، هم الاثنين محتاجين يحلوا من ربطات خطيتهم، عشان كده ربنا يسوع المسيح جه عشان يقدم لهم الخلاص في يوم الراحه اللي هو السبت، اللي المفروض هيبقى بعد كده ايه بالقيامه يكون الحد، فيحلهم من ربطات خطيتهم. وهذه هي ابنه ابراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنه، اما كان ينبغي ان تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ هي ابنه ابراهيم، يعني ايه؟ اليهودي بطبيعته يفتخر قوي ان هو ابن ابراهيم، يعني ابن ابراهيم يعني فوق كل الناس. عشان كده ربنا يسوع المسيح لما جه يتكلم معاهم عن معنى ومفهوم الحريه في يوحنا 8 وقال لهم الحرركم ابن بالحقيقه تكونون احرارا، قالوا له كده، قالوا اننا ذريه ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط، كيف تقول انكم تصيرون احرارا؟ ازاي يعني احنا اولاد ابراهيم؟ ده احنا احسن جنس، احنا عمرنا ما استعبدنا. طبعا استعبدوا كتير، سبي بابلي وسبي اشوري وهيصه يعني، لكنهم يفتخروا ان احنا ايه؟ اولاد ابراهيم. فهنا ربنا يسوع بيواجههم بما يفتخروا به، مش دي ابنه ابراهيم ارقى شعب في نظركم؟ طب مش دي كان ينبغي ان ايه؟ ان تفك او تحل من رباطات خطيتها، ولا الحيوان هو اللي ليه اولويه اكتر؟ فبالاولى هذه اليهوديه اللي الشيطان تسلط عليها بقاله 18 سنه عامل فيها هذا المرض الانحناء، اما كان ينبغي ان تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ يعني اذا كانت الحيوان انت بتشفق عليه، طب دي بقى لها 18 سنه مربوطه، ما ينفعش نحل رباط هذه الانسانه ونحلها من اتعابها. واذ قال هذا اخجل الجميع، جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الاعمال المجيده الكائنه منه. طبعا كل الناس المعاندين ما قدروش يتكلموا بقى، كلامك يا رب مقبول، وكل الجموع مصدقاك، وكل الجموع مصدقاك. فرحت كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منهم، يعني الجموع اللي حواليه فرحت بعمل ربنا يسوع المسيح الشفاء. هنا بقى السؤال مهم، يا ترى الواحد لما بيشوف عمل ربنا مع الناس اللي حواليه بيفرح ولا بيزعل؟ ده ساعات الواحد يشوف حد عامل يعني ربنا عامل معاه حاجات حلوة قوي، يقول لك ياه بقى دي ربنا يعمل معها كده، يدي الحلق. عارفين بقى ايه، يبدا الواحد يلقح كلام من جواه، يبدا يبان ايه، يبان ما بداخله يعني. في حين الواحد المفروض يمجد الله على عمل الخير اللي بيعمله مع كل الناس، ما يعملش زي رئيس المجمع ده اللي عمل ايه، اللي جه هو والفريسيين اللي معاه بدا يقولوا كلام مغرض، يعني عايزين ايه، يعني ينفع واحد يعمل كده يكسر الشريعة؟ عارفين بيهيجوا الناس عليه، زي النهاردة هو مثلا المولود أعمى، خدين بالنا، فإيه يبدأوا يتكلموا معاه ويقولوا هذا الإنسان خاطئ عشان بيعمل كده يوم السبت. بس المولود أعمى بقى كان ناصح، قال لهم أخاطئ إن هو؟ لست أعلم، لكني أعلم شيئا واحدا، كنت أعمى والآن أبصر، ده اللي يهمني.
ده قبلها يقول لهم إيه؟ يقول لهم لم نسمع من قبل أن إنسان فتح أعين مولود أعمى. افهموا افهموا، أنتوا ليه بتناقضوا هذا الإنسان؟ أنتوا ليه مش فرحانين ليا زي ما أنا فرحان؟ أنتوا ليه سبتوا القصة الأهم وبدأتوا تشوفوا كلام تاني مغرض بهدف أن أنتوا تقلبوا الناس على المسيح؟ ساعات الواحد يعمل كده، يتكلم كلام بهدف أنه يعمل إيه؟ يجتذب الناس ليه هو، أو يبعد الناس عن أن هي تشوف عمل ربنا في حياة ناس تانية حواليه. افرح بعمل الخير مع أي إنسان في أي مكان، افرح عمل الخير مع أي إنسان في أي مكان، لأن هذا هو عمل إيه؟ عمل الله. افرح ربنا بيعمل إيه للناس اللي حواليك، فتحس أن الفرح دون داخلي ليك كأنه حصل ليك أنت. يبقى إنجيل لوقا إصحاح 13 بدأ بحادثة الجليليين وبجه على سلة التوبة، وبعدين المسيح اتكلمهم عن 18 وقع عليهم البرج في سلوام، وهي إشارة أيضا للتوبة. ربنا بينادي لكل واحد يقدم توبة، لأنه إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. وبعد كده اتكلم عن هدف حياتنا، أن احنا تينة تأتي بثمر مغروسة زي ما ربنا يسوع المسيح غرزنا في الأرض، والكرام عمال ينقب ويضع زبلا عشان تطلع ثمر وإلا يقطعها. وبعد كده اتكلم عن شفاء المرأة المنحنية وبين لنا خطية ممكن تعمل إيه في الإنسان. يكمل بعد كده يكلمنا عن أمثال الملكوت، يكلمنا عن مثلين مهمين قوي، حبة الخردل والخميرة. والمثلين دول أيضا موجودين في متى 13 المشهور إصحاح الملكوت، يعني لوقا 13 ومتى 13، يبقى أمثال الملكوت. فقال ماذا يشبه ملكوت الله وبماذا أشبه؟ يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها. كلمة ملكوت الله دي كلمة مهمة قوي، لكن ليها كذا معنى نفهمه. أول معنى يعني إيه كلمة ملكوت الله؟ عشان إحنا داخلين هو أسبوع جاي أسبوع الآلام، هنسمع أمثال الملكوت دي كتير يوم الثلاثاء. ملكوت الله دي ليها معاني كتير قوي. أول معنى بسيط ليها أن الله يملك على قلب الإنسان ويصير الإنسان كله ملكا لله. ها ملكوت الله فين؟ داخلكم. الله يملك على قلب الإنسان زي ما هيقول لهم كده في لوقا 17. معنى تاني للملكوت أن الله يملك على العالم كله. إزاي؟ من خلال الكرازة اللي هتتم في العالم كله، خلال الكنيسة والتلاميذ بعد كده اللي هينشروا الملكوت في العالم كله ويعملوا كنيسة في كل مكان في العالم. عشان كده لما نقول الكنيسة، كلمة الكنيسة أو انتشار الكنيسة معناها انتشار ملكوت الله على الأرض. كمان ملكوت الله لها معنى تاني، وهو إيه؟ لما نقول له ليأتي ملكوتك، أو نقول كلمة ملكوت السماوات. يعني إيه ملكوت أو ملكوت السماوات أو ليأتي ملكوتك؟ يقصد بها إيه؟ السماء أو الأبدية. يبقى أول معنى يملك علينا إحنا، المعنى الثاني من يملك على العالم كله بانتشار الملكوت والكرازة في العالم كله، وبعدين المعنى الثالث هو إيه؟ الأبدية أو السماء. عشان كده لما إحنا نيجي نصلي نقول له ليأتي ملكوتك، إحنا بنقول الثلاث معاني. يعني يأتي ملكوتك أملك رب على قلبي، ليأتي ملكوتك تشمل الثلاث معاني. المعنى الثاني ليأتي ملكوتك معناه رب خلي هذا الملكوت ينتشر في العالم كله والناس كلها تعرفك من خلال الكنيسة وانتشار الكرازة في العالم كله. والمعنى الثالث ليأتي ملكوتك نفسي رب أروح تاني وارجع تاني فين؟ للسماء والأبدية. حللني قبل. يشبه ملكوت السماوات، طبعا ربنا يسوع يتكلم عن أمثلة، لأن المثل أكتر حاجة تعمل إيه؟ تقرب المعنى، أكتر حاجة تقرب المعنى. حتى أسلوب العلم الحديث حللني قبل يعمل كده، هو يقول لك كده هو بغير مثل لم يكن يكلمهم، على تعليم ربنا يسوع المسيح. فالمثل يعمل إيه؟ يقرب المعنى قوي لكل شخص، زي ما بنعمل موديل أو نعمل برزنتيشن أو غيره بنشرح بأمثلة عشان المعنى يوصل. هكذا ربنا يسوع المسيح كان بيعمل كده. يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها. حبة الخردل دي حبة صغيرة قوي، وربنا يسوع عاوز يشبه الملكوت إزاي؟ إن الملكوت ده يبدأ بحاجة صغيرة قوي، إنسان بعيد خالص عن ربنا يبدأ يدوق ربنا، يبدأ يتعود على حتة صلاة صغيرة، يبدأ يتعود على كلمة ربنا، يحب الكنيسة، يحب القداس. مع الوقت الحبة الصغيرة تعمل إيه؟ تطلع شجرة قوية قوي، تطلع شجرة قوية قوي.
طب الشجرة القوية قوي دي ليه بعد كده الإنسان ده يجي يخدم ويجذب ناس كتيرة كمان للمسيح، تتآوى فيه طيور السماء، يجي كمان ناس هي كمان تتشد لهذه الشجرة اللي بقت غصن قوي في الكنيسة، والناس جايك عشان تتمتع بيه وتتمتع معاه. يبقى هنا بيشاور على فكرة الكنيسة اللي تبدأ صغيرة وبعد كده تبقى كنيسة قوية في العالم كله، تبدأ في اليهودية كنيسة صغيرة وبعد كده إلى أقطارهم مسكونة بلغت أقوالهم تنتشر في العالم كله. ويشير برضو للمؤمن نفسه أو الإنسان اللي بتنمو كلمة ربنا جواه، فيبدأ يمشي من مجد المجد، يبدأ يتحرك كده شوية شوية، يبدأ ينمو في الفضيلة مع ربنا، يبدأ يبقى عنده هدوء وسلام، يبدأ الملكوت ينمو في قلب الإنسان شوية بشوية زي الحبة أو زي الخميرة زي ما يقول كمان شوية. كمان يشير للكنيسة أيضا اللي إيه؟ اللي بدأت صغيرة خالص من خلال المسيح، الحبة اللي ماتت في الأرض اللي دفنت في الأرض لكنها قامت في اليوم الثالث، فبالتالي عملت إيه؟ سابت 12 تلميذ كرزوا أو فتنوا المسكونة كلها. كمان يشير للمسيح نفسه إزاي لما اتدفن في الأرض عمل إيه؟ وأنا إن إيه؟ إن ارتفعت عن الصليب أجذب إلي الجميع. ينبغي أن حبة الإيه؟ حينت تدفن في الأرض فتعمل إيه؟ تأتي بثمر كثير وتجيب ثمر كثير بعد كده. نكتفي بالجزء ده النهاردة، وبنعمة ربنا نكمل المرة الجاية من عدد 18 تاني، ناخد من أول مثلا ملكوت مرة تانية عشان فيه تأملات كتيرة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.